عقد حزب تحالف الديمقراطي مؤتمره التأسيسي تحت شعار منحازون للوطن، وقد انتهت أشغال الجلسة بالمصادقة على الوثيقة التأسيسية للحزب وعلى اللائحة السياسية واللائحة التنظيمية له. الهدف بتاعنا هو تشكيل حزب وازن وفاعل في الساحة السياسية، يكسر حالة الاستقطاب وحالة الاحتقان اللي موجودة اليوم في تونس، وتلطيف الجو السياسي العام، وكذلك من أجل إيجاد توافقات وإيجاد حوار وطني حقيقي اليوم في البلاد، من أجل إخراج بلادنا من مرحلة الانهيار والانقسام اللي تعيشه اليوم. التحالف الديمقراطي يؤمن أن تونس بتوازن كله، وأنه الانحياز لابد أن يكون تونس دون غيرها. هذاك علاش احنا في التحالف الديمقراطي استدعينا كل الاحزاب بدون اي اقصاء، وهذا اللي نحبوه لبلادنا. اليوم التحالف الديمقراطي لابد ان يكون قاطره وسطيه حقيقيه تؤمن بالديمقراطيه الاجتماعيه، من اجل انه نبني مجتمع سياسي ومجتمع افضل اليوم في تونس. فيما يتعلق بالتموقع السياسي، نحن كما قلت لك نتموقع في الوسط اي الديمقراطيه الاجتماعيه، ونقطع مع اليمينين المحافظين والحدافي الموجودين اليوم على الخارطه السياسيه، ونقطع كذلك مع اليسار الاستقصائي او اليسار الراديكالي اليوم الموجود في تونس. من جهة أخرى، وقع الاتفاق على إحالة اللوائح الأخرى على المجلس الوطني القادم، إضافة إلى المصادقة على الهيئات القيادية والمتمثلة في اختيار السيد محمد الحمدي أمينا عاما للحزب، إلى جانب اعتبار أن خط الحزب هو خط اجتماعي ملتزم بمجموعة من القيم كالاعتدال والتعقل. كل جهة انتخبت في خلال المؤتمر ممثلين لها في المجلس الوطني وفي المكتب السياسي، ثم سنضيف أعضاء المجلس التأسيسي طبعا الحزب، وكذلك الهيئة التسييرية السابقة المتخلية هذيك معاه، وباش نخلوهم مفتوح على أساس شخصيات وطنية ربما تلتحق بنا، ولا إذا كانت تقع تحالفات ولا حاجة ناخذها بعين الاعتبار. وخصصنا جزء من المقاعد في الهيكلين هذوما للنساء وللشباب. وقد اعتبر أعضاء حزب التحالف الديمقراطي أنفسهم رفقاء وفرقاء في نفس الوقت، وقادرين على التحالف مع أي حزب يروا فيه مصلحة البلاد.